أنا نونا جانكم فيديو جديد من لعبة بيكا إكس دي. اليوم أصدقائي نزل التحديث الجديد واللي هو إكسسوارات اللي نخليها برا البيت، اللي مثل هاي شجرة الساكورا ومثل هاي البريد، وهنا أكو هم نقدر نخليه شغال. طبعا أصدقائي ما شفت كل شيء، بس يعني اشتريت هاي شو حبيت شكلها. فأوكي أصدقائي شوفوا هذا الفيديو للأخير لأني رح أشوفوا وياي شنو راح أشتري وشنو الأشياء الموجودة والأشياء والحزمات الموجودة. فاوكي أصدقائي قبل أن نبدأ هذا الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب شير وضغطوا على كلمة كل أو لعلمود تفعل الجرس ليوصلكم كل شيء جديد ننزله من قناتنا ألعاب نونا حموشي أو نونا حموشي. فاوكي أصدقائي خلينا نبدأ، متحمسة نشوف سوا يعني شنو الموجود. وطبعا أصدقائي راح أشتري هاي الحزمة لأنها جدا جدا عجبتني أصدقائي، هاي ما أحتاجها بس هاي شوف أصدقائي رائعة جدا وحماسية. ف 150 جوهرة، فيلا نشتريها ليتس جو. اوه كان اصدقائي حصلت على اول وحدة اللي هي خاصة للبريد، واو الثانية هاي تطلع فقاعات اسطورية. وشنو؟ اوه هذا الشجر روبوت، يعني هي شجرة لا بس هي كلش حلوة اصدقائي، فراح احطها اصدقائي جدا رائعة وحبيتها، هاي كلش حبيتها اصدقائي. طبعا خل اراويكم الصور اللي التقطتها الهاي، شوفوا لحظة مو هاي، اوه بيتي اوكي خلي احطها. شوفوا هاي شو احب يعني المنظر جميل، وهذي شوفوا خليت عالم اليابان، مو انا يعني يابانية لا، فيعني عود شجر الساكورا من يابان وهاي فكلش حلوة. وشوفوا هذا المنظر واو. طبعا اصدقائي هذي صورة دريك بوي من صورت وياه، كان يعني جد يعني كان شيء رائع ولعبت وياه وهاي كان شيء يعني اسطوري، لان اول مرة العب ويا ادمن. فشوفوا اصدقائي راح اخليكم رابط الفيديو اسفل هذا الفيديو اللي ما شافه لمشتركين قناتنا الجدد، اسمنا باللعبة نونا حموشي والكود 000 يعني 3 صفارة. فاوكي يلا خل احسن من ما اطول عليكم خلونا نبدا. فقلت يعني اعملوا لايك سبسكرايب شير وضغطوا على كلمة كل او اول يدفع الجرس وينزل كل شيء جديد وتصير اول الناس اللي شاف هذا الفيديو. يلا بسم الله خل نطلع. اوكي عندنا هذه اصدقائي، هذه ما دخلت لها فواو حبيت هاي، شوفوا خل اوخر هاي ضاعوا اصدقائي، مو صحيح هذه كلش حلوة بس بخمسين جوهرة، اشتريها لو لا؟ حابة اني اشتريها لان ما اريد افوت اشياء يعني موجودة بهذا التحديث، فراح اشتري هاي البرتقالية ما احفظها لا ما راح اختارها. يلا نشتري شغلة من هاي، راح اشتري هاي بس يعني شكل شغلة واحدة موجودة بهذا التحديث راح يعني شوفوا اكو نوعين فراح اشتري نوع واحد منهم، احب هذا اشتري واو الله راح اشتري اصدقائي. طبعا هم يعني اعطونا جواهر وفلوس على مود يعني نشتري هاي التحديث وهاي. اوكي حابه اني اشتري هاي، ايش رايكم اصدقائي باللي اشتريته؟ باعوا لحظه اشتريت لان استخدمتها يعني. اوكي اصدقائي شو رايكم بالاشياء اللي اشتريتها؟ بصراحه جدا رائعه هي هاي لانها تتحرك على شكل صاروخ مثل البيت اللي ما اخترته فاني حبيته. يلا اصدقائي نكتشف اكثر. اوه خلو خانة جديدة، يلا خلينا نشوف سو. واو هذا الشجر انا اشتريت فيها هاي ساكورا، فحابة اني هم اشتريها البنفسجية، شو رايكم اصدقائي؟ يلا خلينا نشتريها 120 جوهرة خضراء، يلا مو مشكلة. واو اشتريتها، اريد هاي الخضراء واو يعني شيء رائع، بديت اشتري اللي حبيتها، هذه الزرقة كلش حلوة، فيلا نشتريها، هذه لا ما اريد عادية، فيلا هاي البريد، شوف، واو شايفين هذا؟ لا 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 لا, لا لازم اشتريه، حبيت الخضرة، زرقة للخضرة زرقة للخضرة زرقة، حلو كلش، بنفسجية للبرتقال اكيد بنفسجية. وهاي راح اشتري هاي لان الثاني اعطوني اياها مجانيه اول ما دخلت، فاعتقد انتو هم اعطوكم اياها مجانيه. فيلا اصدقائي شوفوا اشتريت كل شيء، يلا خلنا نختار، راح اختار البنفسجيه. البريد شنو اختار؟ هاي كلش حبيتها شوفوا يعني حتى يطلع بريد واو. فاصدقائي كلش حبيتها واو اخيرا اشتريت. خلينا نشوف سوا اذا حطوا مثلا الوان جديده صبغ يعني مثل هيك باو فيعني للجدران، خلينا نشوف
حطوا شيء جديد ولا لا 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 شكلهم ما حاطين يعني على حطيتهم فايل عادي مو مشكلة. على خلينا نشوف البيت من الخارج ونلتقط صورة يعني سيلفي. يلا ليتس جو. واو شوفوا أصدقائي. واو أخيرا اشتريت أشياء حبيتها. واو شوفوا هذا التنين. لحظة لحظة شوفوا هذا التنين لو شنو على مو حلو. الله البنفسجية تجنن. واو يعني مو صحيح أصدقائي تناسب هذا لون بيتي. ها نسيت أقول لكم شغلة، هم ما فهموا القصة مالتي اللي هي مع سارة، ويعني كانت فقيرة بعدين صارت غنية. فكيف أصدقائي وين هذا؟ بقى أصدقائي يعني حطوا الفيديو هنا أنا لأن هو يضافوا يعني يوتيوبرز. فشوفوا هذا أصدقائي هو روحوا يعني دخلوا وشوفوا اللي ما شافه. اوكي القصة بصراحة هذا ثاني قصة الي، فروحوا شوفوها ودعموني وقولوا يعني اقترحوا لي قصص جديدة. اوكي فيب يعني حبيت الاساس الجديد يعني اللي بداخل. طبعا اصدقائي راح اقول لكم وين مكان الصندوق السري، او هو مو صندوق بس انا يعني من اخذته مو كان صندوق. فشوفوا بهاي الدائرة الزرقاء. اوكي شوفوا اني اول ما دخلت قفزت يعني عليه هيك لحظاي. اوكي هيك فجأة طلعت لي 500 كوينز و 50 تيكت. فاصدقائي هو هنا مكان صندوق او مو صندوق ما ادري هو شنو لان ما شفت، بس هاي دائرة. فاوكي يعني اولا نقفز وحصلنا 500 كوينز او 50 تيكت او بطاقة تذكارية. فاوكي اصدقائي هو هنا مكان صندوق سري. أصدقائي حابة أقول لكم شغلة، إني اكتشفت خدعة بالصدفة. شوفوا كل شيء أنا عندي بالصدفة، يعني مكان الدانس اللي هي الرقص. شوفوا حبيت إني بالبداية إني أخلي لحظة. أوكي حبيت إني بالبداية أخلي لي فوق شغلة يعني على مود يعني يصير ديكور حلو. فشوفوا أصدقائي بقى شنو صار، حبيت إني أخلي هاي صح اوكي. طبعا هي بصراحة جدا استغربت يعني اول مرة يصير هيك ويا، يعني دائما يصير عندي اشياء بالصدفة تصير. فا اوكي اصدقائي نصعد على هاي مال خاصة للدانس وهالاحتفالات. نقف هنا عند الحافة. اوكي بعدين راح نقفز. لحظة وين اقدر اوصل هني؟ احتاج بدلة. لحظة او مش الطاقة انا ما مجرب، بس انتوا جربوا او نزلوها يعني عندكم بالبيت، انا ما حبيت انزلها. اوكي اصدقائي استخدمت هاي البدلة الخارقة مع ذاك التحديث. فشوفوا انا ما مجربة بمشروب الطاقة، واذا ما نجحت وياكم نزلوها اكثر على مود تنجح. اوكي يعني هاي اللي فوق نزلوها سافهمكم يعني. نقفز شوفوا تتترى يعني شوفوا اصدقائي بالصدفة ان هي صارت ويا يعني كنت حابة اني اقفزوها، ففجأة يعني صعدت دون ما ادري. وهنا هم نقدر هم نصعد. شوفوا خلنا نقف هنا اقفز. ها شوفوا حلو الخدعة وحبيتها. يا ما ادري اذا خدعة لو لا، بس هي صارت ويا بالصدفة يا اصدقائي. فا اوكي نقفز باو هيجي. بس اذا ما نجحت وياكم مشروب الطاقة وبالعادي انتوا نزلوها اللي فوق هذيجة. اوكي خلي اتعدلها على مود تعرفون. فا اوكي اصدقائي على مود تنزلوها وتنجح وياكم. اوكي بصراحة حل احب الاشياء اللي تصير بالصدفة يعني مثل الخدع وهاي بي كي اكس دي، فيعني شيء واو. اوكي هي هاي اذا ما قدرتوا تقفزولها نزلوها اكثر، بس انا ما اقدر انزلها لان بيت الصاروخ وحبيت اخليها هنا. فاوكي اصدقائي هذا كان كل شيء بعد ما عندي اي شيء. بصراحة كلش حبيت هذا المنظر اللي بالخارج، فيمكن التقط صورة. بس شنو ما راح اقدر التقط كل هذا، فشوفوا شو راح اسوي. يلا خلينا نتقدم اكثر. باو لا لا مو هنا باو هيك يعني حابة لحظة هيجي. اوكي يعني هيجي، فخل ابين الاسم على مودي يعرفون اني انا نونا. فيلا لكم. اوكي اصدقائي هذا كان كل شيء، وروح الحساب وحطوا على قلوب. اوكي حبيت الحزمه اللي مثلي حطوا على كات واشتركوا.
أصدقائي أرجع وأذكركم على دريد بوي، لا تنسوا أنكم تشوفون الحلقة اللي ما شافها، وإذا عجبتكم الحلقة حطوا لايكات واشتركوا، وبس باي باي.